يا اعزائي عزيزاتي سيداتي سادتي، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مورايد. لا فيديو ديال هذه المره كيفاش جاتني الفكره بمناسبه ذكرى المولد النبوي. كاين واحد الحلوه اللي معروفه عندنا هنا في مكناس والاقيله المغرب كامل، ديك حلوه المولد. قلت علاش ما نشريهاش نديرها في صاشيات، اولا اصلا هي كتباع في صاشيات، ونخرج نفاجئ على راسي انا بالموطور عاود ندور دوك النواحي ديال الافران وداك الشيء، تيكونوا الدراري صغار في ديك المناطق النائيه وداك الشيء، ودير واحد الجست بسيط نعطيهم شويه ديال الحلوه ونفرحهم. شوف ديك الابتسامه في وجهه الدري الصغير، فاش تشوف هذيك الابتسامه في وجهه اش نقول لك، راه انا كنفرح اكثر منه هو. باش بلا ما يجوا هذوك اللي بقى يقول لك واحد هكا باغي تصور عليهم باغي دير عليهم كذا، يعني ما كيدلاش، راه ربي اللي كيعلم كل واحد شنو في قلبه، ماشي انت وماشي انا، هادشي اللي غادي اللي كاين. وبقاو معنا اخوتي مور الانترو ان شاء الله نكملوا الفيديو. يلا شوية الحماقة اخوتي. احنا اخوتي في الهديم هنا فين تلقى اي حاجة خاصتك، تلقى هنا نلقاو الحلوة ديال الميلود، هنا نلقاو العالم الرياضي، نلقاو شي صاشيات زوينين باش الا عطيناها لشي واحد نعطيوها له في حلة جيدة. واخوتي حنا هاد الخريجة هادي راه غاديين ماشي زعما غادي ندير شي حاجة زعما اكسبسيونيل، زعما شي حاجة اللي هذا عنده دوك صاشيات كبار. يعني انا راكم عارفين فيتك جاكم واحد الفيديو قبل افران المدينه اللي عزيزه عليا، زعما اصلا كنت غادي نتقهوى فيها ولا غادي نضرب بها دويره غادي قلت حجه وزياره، ضربوا عصفورين بحجر واحد، لما لا ونفرحوا وليدات، نفرحوا الوليدات ونعطيو صوره زويونه، صوره زويونه على لي موطاغ ماروكان. ها هو اخوتي واحد عنده داكشي زوين. السلام عليكم، شحال من كدير الحلوه؟ شحال؟ وما كاينش وحده صغارين؟ واش انا بزاف؟ راه ما بغيتش وحده لا دير معايا الثمن مزيان، واش بزاف ديال الميكات؟ شحال تبيعوا الرابعه؟ 150. نوقف الموطور ايه ها الا بزاف نص كيلو، انا باغي اقل من هادشي. هاد دابا هادي فيها مخلطه كل حاجه فيها شويه، كيما فيهاش هاد الملونين ولا ديك وحده؟ ها راه مازال خصك تزيد تقاد وحدين اخرين، انت اللي مقادين ديرهم بعد ياك بحال بحال صافي. انت جمع هادوك في شي ميكا وخليهم هكا، ميكات زويونين انت هادو سيدا كات الثالثة. هاك أربعة خمسة ستة ستة يزيد أربعة هادشي صافي. يا خوتي لقيتوني دابا غادي نشد الطريق صافي، بقى عندنا ما نديرو في كناس، نمشيو نخرجو ان شاء الله نشدو الطريق الطويلة، نمشي نطلع من جهة نجلى بوفكران جهة اداروش الطريق ديال خنيفرة، وعشي شوية وندور على اليسر ونجي على ازرو افران وعاود نرجع لمكناس ان شاء الله. القاموس الخوتة ضرب مشي البقر القاموس سيت، هذه فيرما ملكية تتعطى القصور والعسكر فيرما كبير، اللحم ديالو ناضي ما تاكل غير في الخلاء هنايا. يا سلام اش هادشي اش طلع با 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 نطلع هاد عرفتو مسافة وانا غادي ملقيت حتى شي واحد
حتى شي واحد ما لقيتش. رجع نعطيو هذيك البنيه اللي معمه، ديك البنيه اللي معمه مسكينه شي. السلام عليكم. عطي شوية الحلوة للبنت، نعطيها شوية الحلوة، حلوة ديال الميلود. هاجي هاكي هاجي هاجي هاكي هاكي صحة. الله يسخر والدي 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 والدينا الشريف. مسكينة بقات فيا صغيرة هاكا. عاون ربي عربيك يا خويا، ربي يخليك. مسكينة وجهها مسكينة مقشر بالشمس. الناس في هذه المناطق هذه والله حتى تيعانيو بزاف. هذا برا على الله فين غادي يمشيو باش يسقيو الماء، بقى الماء ما عندهمش، الضوء ما كاينش، والبنيه صغيره حتى هي غاده مسكينه جاره معاه. الله يعاونو الشيء اللي غادي نقول. شحال من واحد ما تعرفش كاع واش كاينين هاد الناس، تعرفش كاع واش كاينين هاد الناس معانا ولا لا. كي 07 انا نعتبروها صدقة لوجه الله، فهمتوني. والناس عاوتاني راه ضروري، شوف اي حاجة درها بنادم ضروري تيكونو كومنتيرات ايجابية كومنتيرات سلبية، يعني ضروري غادي يكونو واحدين غادي يقول لك واه كدا هو باغي تصور عليهم وباغي. المهم شنو نقول لكم، راه ربي هو اللي كيعلم بالنيه ديال اي واحد، ماشي انت وماشي هذاك وماشي هذاك، يعني راه اي واحد نيته ربي اللي عالم بها. يعني واخا ما نحتاج زعما نقنعك ولا شي حاجه، انا هادي انا هاد الشيء تندير، هاد الشيء اللي كنرتاح فيه تندير، هاد الشيء اللي كنرتاح فيه الحمد لله، واللي تنفرح نقدر انا كنفرح اكثر من هذاك اللي تنعطيه شي حاجه ولا تندير معاه لوجيست صغير، انا كنفرح اكثر منه. هادشي اللي كاين خوتي. وانا بقاو لي دابا تسعود، كانوا عندي 10 ديال الساشيات، عطيت وحده وبقاو لي تسعود خصني حتى هما. اوه عندك نشوفوا ان شاء الله. هنا غادي يكون هاد العائلات خارجين، غادي يكونوا الدراري الصغار تيلعبوا هذا ولا هذا اللقاء. يعني خصنا نحاولوا ما يمكن نساليهم قبل من افرا، باش افرا نكون مسالي ونتقوى على خاطري. بارد هنا يا عرفتي، يا سلام واحد الجو، تحس بواحد النسيم، نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا. اش كتاكلي؟ اش داكشي عندك؟ ها؟ اجي اجي نهضر معاك. اجي هضر على ولدها، الله ما ترجع لي قتلت العصا مقدين على صداع. السلام عليكم. بخير؟ شي مزيان؟ الله يلاه بخير الحمد لله. شنو قلتي؟ نمشي نكس ليه؟ الوليد هذا ولا الله يسخر؟ ياك الله يسخر. ها؟ لا لا انت دان دروس. لا ضروري. ها؟ ها كان دروس. قول له التريبورتور دابا محل عاود طلع في البروكان جديد والبينه. ايه باش نطلع، واش دوزيام ولا ما بين دوزيام و تروازيام؟ خصك تروضيه بعدا،
سيترو ضاعت. سيترو ما تعطيش الجهد، بقى حاول عليه غاب شويه بشويه، ما تبقاش فرصة عليه بعدا هو الاول. ما تفرصيش. ما خصكش فرصة عليه في الاول. سيدي غير. غاب شويه. هاك شويه د الحلوه د الميلو داك. شاد. هاك بسم الله. يلا بالصحة. الله يلا الحمد لله بخير. جاي ممكن نجيب معايا شويه الحليوات الميلود، كندور كنشوف شي دراري الا كانوا صغار كندور نفرق عليهم في سبيل الله. الله يبارك فيك، الله يسهل عليك، كنعاونوا ربي. يلا بنت لي واحد المراه مع واحد البنيه صغيره، ما خصنيش نزقلهم. ياسين ساكن في الشمس، خصني ضروري نمشي عندها نعطيها حليويات. حتى هذاك هما اللي ساهل، دابا راه غادي مكسير ورد البال مع الطريق. هادو بهم جوج، هادو انا داير عندكم. اوبس ما عنديش ليا نهبط هنا. السلام عليكم، بخير هانيا؟ اجي اجي هد. هاك شويه الحلوه ديال الميلو داك. نصيحتك بسم الله استاهل. يلا بسم الله، هاك نعاون ربي. يلا تهلا والدينا والدينا. الله اودي هاك نعاون ربي. الله يعاون الله يعاون. تنعرفو شي كريمات ديال الشلحه؟ ايوا سمعتها قالت لها هو مسكين مشى وعاود رجع، شتي بحال هكا. الله الا تيبقاو فيا الناس بحال هكا وحق الله تيبقاو ساكن في الشمس، ولكن هذا هو اش نقول لكم، هذه الدنيا راه ما يمكنش كلشي يكون لاباس عليه، ما يمكنش كلشي يكون الظروف ديالو مزيانه، ما يمكنش. ما فهمتش اش بغيت نقصد لكم، هذه هي الدنيا والحمد لله، يعني راه اختبار، اي واحد كتلقى داك الشيء درجات، ولكن راه ماشي هذا هو المعيار الحقيقي ديال الانسان. راه ربي اللي عارف المعيار ديال كل واحد، تقدر تلقى هذا فايز بزاف، واحد الانسان اخر اللي جالس في الفيلو ديالو وجالس، فهمتوا اش بغيت نقصد. الحمد لله على كل حال، حنا غاديين دابا الخوت راه غاديين مزيان، غاديين مزيان قرب 50%، دابا كونسوميت 4 بقاو ليا 6، وحنا غاديين اخوتي نبركو شي شويه على الموتور. نبركو الموتور شويه ما نعلموهاش العكس. ما ننساش نقول لكم بلي راه كاينه واحد المفاجأة اللي هي ديك السلسلة اللي عزيزة عليكم اللي تندوز فيها الدراري اللي ما عمرهم ركبوا الموتور ولا تيبغيو يعيشوا داك الإحساس لأول مرة. راه سميناها أولا بعدا، أول حاجة راه عطيناها سمية، قلت لكم في الفيديو اللي قبل عطيونا شي اسم. المهم راه عزلت سمية من عندكم، دويرة مع مورايد جاية زوونة، دويرة مع مورايد ولا خريجة، المهم بقى كتب دويرة مع مورايد. المهم بالنسبه اخوتي، بالنسبه لدويره مع مورايد، راه قررت باش من هنا قدام ونقدر نزيد شي مره اخرى، شي حلقه اخرى في مكناس صافي، ولكن من بعد غنبقى نديرها في مدن اخرى، حيت دابا كيصيفطوا لي الدراري بزاف من الرباط، قنيطره، فاس، قنيفره، وتيقولوا لي حنا ولكن انا بعيد، ولكن انا بعيد، فهمتوني؟ يعني تلبيه لطلباتكم غنبقى ندير مثلا يعني كل حلقه نبقى نعزل مدينه ونقولها قبل، نقول سيمانه قبل في انستغرام عندي، ودخلوا انستغرام، دخلوا انستغرام عندي تابونا ومورايد، تما تنحط لي ستوريز ونحط كل شيء فوقاش غادي ندير دويره مع مورايد وداك الشيء. المهم اخوتي بقى نعلمكم في انستغرام وغادي نجي عندكم، يعني وغادي نهز من ديك المدينه شي ثلاثه الدراري ولا جوج وغنضرب معاهم دويره، يعني ما بقاش مشكل في البعد، يعني فيما كنتي. واولا غادي نبدا بالمدن القريبه، فاس، الرباط، خنيفره، قنيطره، ازرو، يعني هاد المدن القراب ليا انا، من بعد ان شاء الله نعاود نديرو مدن بعيده، علاش لا. المهم هادو هما باش غنبداو ان شاء الله، وصافي هادشي اللي بغيت نعلمكم. يلا بقاو معنا نشوفوا دراري اخرين، بقاو لي 6. ها هم هادو بنيات صغيورين، هادوك هما اللي يستاهلو.
مع والديهم وماغاديش يخافوا. السلام عليكم. اصحابهم باغيين نشرب ولكن انا ما باغيش نشرب. نعطيهم غير حليوات. السلام عليكم. هاك بسم الله. عدد هذا من حلوه صحه. هاك بسم الله مرحبا صحه. خرج لينا الخرج اجي هاك هاك حليوة هاك عدد عدد. صافي علاش دينا علاش دينا هاك بسم الله هاي حلوة يلاه بالصحة. ساكن الدراري الصغار دابا خوت عطينا شوف 4 في 3 اذا نكونوا بقاونا 3. الشكاره بدات كتخفاف. الشكاره بدات كتخفاف عاد مش كنرتاح. الحجرة الخوت عاد دابا شتها هاد الحجرة شتها خصنا نرجع لها. حجرة عرفتي قداش ولا راه الله يستر هاديك ضرب لك في القند ديال البنو راه مصيبة. ندير لك شي حاجة ما تتفرحش. الدراري تبارك الله عليهم غادي تجي تسيرو. حجرة كاينة على اليسر إماطة الأداء عن الطريق صدقة. وحنا أصلا لاش خارجين في هذا الطريق ديالنا؟ خارجين لأجل الخير لأجل الصدقة. إذا كنا مثلا عندنا 7 دابا اللي عاطيين بعض الحجر غتولي 8 تولي 8 ديال الصدقات. بلا ما نهبطو نشوف واش نضربوها شي قداش. صافي يا صدقة أخرى 8 الخوت دابا بحال اللي قلت عندنا 11 بحال اللي جبنا معنا 11 أساسية وعطينا منهم 8 واخا حنا عطينا 7 عطينا منهم 8 دابا اللي محسوبين. أسأل الله القبول. مسكين تصدم. ديك البنت مات لي معايا انت ها السلام عليكم. هاكا شوية الحلوة الميلو داك بسم الله الصحة. رجعت معايا بزاف وكنفرقو مع الدراري الصغار بصحة.
الاخوان وانا غادي كنصور مشى لي الصوت للكاميرا. مشكل اللي شائع عند لي موتوفلوغر، مشكله لقطات زوينه بحال هادي وتيمشي لها الصوت. المهم الدراري عطاونا البيس وانا غادي، عرفتهم مولعين بالدرجات الناريه في البلاصه. جبت عندهم الدوميتور وقفنا وتصوروا بالموتور، واللي احسن هادشي كامل هو من بعد ما عطيتهم الحلوه الحبه اللي بقات ليا بغاو يشاركوا معايا الطعام. تحيه لهم من هذا المنبر المرادر. يا اخوتي سالينا الحلويات ديالنا، الساشية العشرة عطينا الدراري وثلاثة أو لفقناها بربعة بينا ضقتها معهم تيانا الله يلا واعرة بالله. صافي تسالوا لنا الساشيات بعشرة والحجرة اللي عيدنا هي 11 الحمد لله عباوي. دريمز كان عطاني على مد البيس عرفتو تا هو مولوع بالمواطر، وقفت عنده فعلا داكشي اللي كاين لقيتو تيعجبو المواطر. قال لي نتصور، تصور اسيدي وصوت كاع انت مالك. المهم اخوتي لا فيديو ديال هاد النهار وصلنا اللفه ديالها، داكشي اللي جينا عليه ساليناه الحمد لله. فرحنا الدراري اللهم لك الحمد، دخلنا واخا تشوف واحد شويه الابتسامه، ماشي داك شويه الابتسامه اللي تيبان لك في وجهو، انا راه في الداخل ديالي في القلب ديالي تنحس بكثار من داكشي اللهم لك الحمد. هاد النهار هذا دابا انا ناشط، اي ام هابي، ام سو هابي، هابي فرحانين مزود فرحانين. يلا اخوتي تهلاو، خليو لي لايك ديالكم لي كومونتير، اللي ما دار سبسكرايب يديرها، انستغرام ديالي خليه لكم ها هو هنايا، دخلوا كنحطوا فيه لي ستوري بزاف لو كنتي مره خارج شي بلاصه ما مصوراش فيديو تنحطها هنايا في انستغرام. وبالدعم ديالكم اخوتي راه هي باش انا تنتشجع وتنتموتيفا وتنزيد نقدم فيديوهات اخرين. يلا اخوتي تشاو.